تنسى باب الجراج احيانا تطلع وما تسكره، في طريقه سهله جدا، فك الغطاء. نجي لم رقم 3، نخليه على فوق زين. رقم 3 بدل ما هو على اون نخليه على اوف. وش الفائدة من اللي سويناه؟ يصير الباب يسكر من نفسه بعد دقيقة وخمس ثواني، دقيقة على حسب عد نوع الجهاز. أنا عندي يسكر بعد دقيقة وخمس ثواني. فتحت الآن، أضع الريموت هنا، أبى أشغل المؤقت إذا أنفتح بالكامل طبعا. يلا أبى أرجع لكم بعد شوي. يلا قربنا، المفروض دقيقة خمس ثواني يصك من نفسه. وهذا الريموت ترى على السلم. واحدة بواحدة يا مال الغنيمة. بعد اعتماد الطريقة هذه سوي لك بروفة واحسب بعد كم ثانية عندك بيسكر. غالبا بيكون من 40 ثانية إلى دقيقة وعشر ثواني، فالحدود حسب جهازك. البعض بيتساءل بيقول طيب لو سكرتها أنا بنفسي ورحت وش بصير بعد دقيقة خمس ثواني؟ يمكن يفتح طيب؟ لا ما راح يصير شيء، ما دام مسكر بيستمر مسكر.